البرامج المختلفة اللي في الكلية. انت دخلت الكلية دي معظمكم اعتقد الكود بتاعه 19 مش كده؟ دخلت سنة 2019 اخدت سنة اسمها فريشمان ونجحت فيها وكانت كلها مواد عامة كل طلب الكلية تاخدها. وبعدين اخدت سنة بعديها اللي هو ليفل 1 كهرباء واخدت مواد ما زالت كلها عامة تخدم التخصصات المختلفة في الكهرباء. مع بعض الهيومانيتيز او الايه الانسانيات او المواد العامه اللي هي بيسموها فاكولتي ريكوايرمنتس بتخدم طلبه الكليه كلها. جينا بقى يعني ده اسمه يا جماعه ايه؟ مصطلح الطرق. انت النهارده داخل على التنسيق، التنسيق بعد ايام قليله جدا هيتم الاعلان عنه وهتختار برنامج من ثلاثه. برنامج الاتصالات او برنامج الحاسبات او برنامج القوى الكهرباء. خلاص انا هبدا الايه رحله معاكم من 3 4 5 سنين. انت في ثانوي عندكم في علمي في ادبي، العلمي في رياضه وفي علوم، صح؟ مش كده ولا ايه؟ دي اللائحه بتاعتكم او اللائحه المشروع بتاعكم. ايه اللي خلاك تخش علمي بقى؟ ما هو السبب اللي خلاك تخش علم الرياضه والنهارده ده ايه؟ النهارده انت موجود في علم الرياضه. ها؟ حد يجاوبني. ما بحبش علم العلوم، يبقى انت استثنيت او عملت اقصاء للدين حاجات اللي ما بحبهاش. او انا شاطر في الماثيماتكس. او انا بحب الماثيماتكس، اذا طبيعه الدراسه كويس هي اللي وجهتك للاساس. طبيعه الدراسه. رغم ان ممكن جدا واحد يقول لك انت لو خد بالك لو دخلت ادبي وبعدين رحت مثلا تجاره همسكك حد مثلا من اهلك يكون مثلا عنده شركه عنده مصنع عنده يقول لك بس خد بالك تدرس تجاره وانا همسكك كذا. لكن انت ما تختارش ده نتيجه ان انت بتحب ايه؟ بتحب دراسه الماثيماتكس او الفيزيكس او البرانش اللي هو بيتجه الى هندسه. انت النهارده هنا بسبب تفضيلك لنوع معين من الدراسه. انا رايي ونصيحتي كويس يبقى في احنا النهارده لا نصوت لبرامج دون غيرها، يعني ما بنقولش ده حلو وده وحش. انا يهمني في الاخر مصلحتك. مصلحتك انك تدرس الحاجه اللي بتحبها. معنى ايه؟ معنى انك انت من خلال سنتين بدا تفكيرك يمضي، بدات اهوائك تشكل اكثر واكثر. بدات من غير ما انا اجي لك النهارده عندك بعض الايه؟ الفروقات اساسا ما بين دراسه الكوميونيكيشن اند الكترونكس ودراسه الالكتريكال باور ودراسه الايه؟ في ناس من صغرها فكرها بروجرامنج، يعني فكر البروجرامنج في حياتها موجود. منظم بيعمل حاجته بترتيب معين، بيحط روتين معين. هذا الشخص مناسب جدا انه يشتغل ويدرس الكمبيوتر بروجرامنج. في ناس بطبيعتها مستكشف، يحب يعرف الايه؟ النتوركس اللي حواليه، يحب يعرف الكهرباء، سير الكهرباء عامل ازاي؟ اللمبه دي بتنور ازاي؟ طب هل كل ده متغذي منين؟ في امور او في ناس فعلا بيستهويها جدا ده من صغرها. خلاص فده الراجل ده يستهوي من غير ما يدري انه يدرس الالكتريكال باور. في ناس ثانيه لا بيحب قوي الاختراعات، اللي مثلا بيتفرج على يوتيوب على حاجات فيها الكترونيك سيرفيس او انا عايز اقول لك على حاجه. انت جواك قبل ما تسمعني او تسمع دكاتره اخرين من اقسام او برامج اخرى، انت فتش جواك عن هوايتك اللي انت مستهويك من صغرك او حتى وانت كبير او حتى وانت السنه دي، فاهم قصدي؟ وبدانا احنا نديك جايد لاينز بعض المواد. يعني انت مثلا هتقول ايه؟ احنا شفنا من عندك يا دكتور محمد من قسم باور شفنا مادتين ثلاثه، شفنا السيركتس كانت صعبه وناس سقطت وناس عملت والكلام ده كله، شفنا الفيلد، شفنا الميجرمنتس. خلاص؟ هل دول يمثلوا قسم بنسبه ما؟ بنسبه ما ان انت شفت دكاتره من القسم عندنا، شفت بعض الايه اللي يعني زي ما بيقولوا الردوش كده البسيطه اللي تخص الايه؟ الالكتريكال باور. لكن انا عايز افكرك ان هذه العلوم الثلاثه، هذه العلوم الثلاثه اللي انت درستها تحت مسميات اي بي ام هي مواد عامه.
يعني مهندسين الاتصالات برضه محتاجين السيركتس دي جدا كمان. محتاجينها بس محتاجينها جدا جدا. والالكترونكس والكمبيوتر كذلك. الفيلد ده اهميته قصوى في الالكترونكس والكوميونيكيشن. رغم ان اللي بيحسبوا لك كام من باور. الميجرمنتس دي اساسيه في كل ايه؟ كل تخصص. فما زال برضه المواد اللي انت خدتها في سنه اولى وخدت لوجيك. خدت لوجيك مش بس الكمبيوتر. انا عايز اقول لك اللوجيك ده بالنسبه لي انا كمهندس باور اسينشال مهم جدا. فما تحكمش على المواد او ما تحكمش على البرامج اللي انت اخدتها او البرامج اللي انت عايز تدخلها من خلال المواد البسيطه، لان المواد البسيطه اللي انت اخدتها في سنه اولى كلها بتخدم كل التخصص. كلها بتخدم كل التخصص. فانت جاهز دلوقتي. جاهز تخش كمبيوتر، جاهز تخش كوميونيكيشن، جاهز تخش. طيب انا هتكلم معاكم في طبيعه الدراسه. زي ما قلت لك خلي ده المحرك الاول ليك، خلي ده المحرك الاول ليك طبيعه الدراسه. ايه اللي بيستهويني؟ ما انا ممكن جدا اصحابي يسحبوني على تخصص وبعدين اخش هذا التخصص وانجح فيه كل حاجه، بس انا مش قادر ادي فيه بشكل كويس، ده هينعكس بعد كده على الشغل. تيجي تشتغل في التخصص ده انت مش حابه، متضايق منه. تاني هتشتغل هتكسب فلوس وهيبقى ليك سالري والكلام ده كله، بس خد بالك في فرص احسن. فرص الاحسن دايما بتروح للاشطر، والاشطر ده غالبا اللي بتكون طبيعه الدراسه دي في الاساس بتستهدف. بتكون بتستهدف. فمره اولى وثانيه وثالثه نخلي محركك الرئيسي هو هواك الشخصي. انا بحب انهي طبيعه دراسه في الثلاثه. لو انت كنت لسه في فريشمان كنت اوسع القاعده واقول لك في هوايات اخرى ممكن توجهها في الميكانيك، في هوايات اخرى ممكن توجهها في العماره. بس انت اوريدي القصه اللي انت حسبتها، القصه اللي انت حسبتها. فاحنا بنضيق الاسبوع النهارده على ثلاثه بروجرامز اللي كلهم بروجرامز هايله وكلهم فيهم فرص عمل جيده. بيحصل اب اند داون في سوق العمل نتيجه التغيرات المحيطيه اللي حوالينا. في وقت بيبقى الكوميونيكيشن عادي جدا ومطلوب، في وقت الكمبيوتر بيبقى عادي جدا ومطلوب، في وقت بيبقى الباور مطلوب، في اوقات بتبقى الداتا مطلوبين، لكن لا غنى دائما عن الداتا خصوصا. طيب انت ما تخش مثلا انا هتكلم هضيق بقى الاسلوب انا على التخصص بتاع برنامج القوه والالات الكهرباء او الالكتريكال باور اند ميشن. عندك لو ما تخش وسائل ثانيه ثالثه رابعه، احنا بيبقى عندنا اربعه تراكس مشهورين جدا. احنا ما بنعملش كونسنتريشنز. ايه كونسنتريشنز دي؟ ان انت تطلع في الاخر مهندس حاجه ماينر من الالكتريكال باور. لا احنا ما بنعملش ده. يعني قد يكون في برامج اخرى بتعمل ده، انما احنا ما بنعملش ده. يعني بيخرج من قسم او من برنامج الالكتريكال باور اند ماشين بيشتغل في اي حاجه ريليتد للالكتريكال باور اند ماشين. الاربعه برانشز الاساسيين عندنا، بعد طبعا ما بتاخد الكورسات العامه اللي هي زي السيرفيس والفيلد والميجر والكلام ده كله الى اخره. بس في تخصص او في زي برانش جوه، لو في حاجه نفسك فيها يا جماعه جوه بس كده. من اول شاحن موبايل صغير لحد
عدد كبرى محطات المحولات اللي بتنقل الكهرباء على كل تعريف. خلاص؟ الالكتريكال باور هو الفرع الثاني. الباور بشكل عام يا جماعه بنتكلم فيه على عمليه ترانسميشن. ازاي بنقل الكهرباء؟ بنشوفه كده في الشوارع او في طرق السفر، خطوط النقل بتاع الترانسميشن لاينز. عندي اتحطت كده الابراج دي ليها ديزاين، الكوندكتورز ليها كروس سكشن معين، العزل بتاعها ايه، الدنيا بتمشي ازاي في القصه دهيت. ده علم كبير جدا عمليه نقل الكهرباء. الحاجه بقى الثانيه اللي يعني اساسيه جدا جدا جدا، عمليه توزيع الكهرباء. توزيع الكهرباء من اول كابلات الشوارع ومحولات الشوارع، كويس؟ محطات المحولات اللي بتدي اصلا لمحولات الشوارع، وحتى الاند لودز اللي هي انتوا شايفينها قدامكم، بروح اجيب لها كهرباء منين وازاي؟ في تصميم لده ولا لا؟ السلك اللي رايح لها الكروس سكشن بتاعه قد ايه؟ طيب السلك ده جاي من مفتاح في اللوحه بيفصل عند كام امبير مثلا؟ طب اللوحه دي متغذيه منين؟ اللوحه فرعيه اكبر شويه، اللوحه الفرعيه دي متغذيه من محول، وهكذا شبكه. دايما المهندسين يا جماعه بيدرسوا دائما الشبكات، بس كل تخصص له شبكات. يعني احنا لينا شبكاتنا، شبكات كهرباء، شبكات نقل، شبكات توزيع. تلاقي الكمبيوتر لهم شبكات داتا، لهم شبكات من طراز اخر، اتصالات لهم شبكات من طراز اخر، شبكات اتصالات. خلاص؟ انت عشان تكفر الايه البلد كلها بشبكه كهرباء او شبكه اتصالات او شبكه داتا او او او، ليها اشتراطات وليها معايير وليها امور كثيره جدا تبعها. فالترانسميشن مهم جدا دراسته، الديستريبيوشن مهم جدا دراسته، الريكوايرمنتس بتاع الشبكات مهمه جدا جدا دراسه الريكوايرمنتس بتاع الشبكات، لانك انت النهارده ممكن تعمل شبكات غاليه جدا ولكن يعني او يعني كويسه جدا ولكن غاليه جدا. فربط الايكونومي مع الايه؟ مع دراسه شبكات النقل والتوزيع ده امر مهم جدا. الحاجه الثالثه يا جماعه، في حاجه اسمها الهاي فولتج، الجهد العالي. بنتكلم فيه على ايه يا جماعه؟ بنتكلم فيه على الانسيليتنج بشكل عام، بنتكلم فيه على الاكويبمنت، في سبستيشنز، محطات المحولات، الكلام ده كله، دراسه المعدات اللي فيه، المعدات اللي فيه بتبقى ذات جهد عالي. طبيعه دراستنا احنا كباور انجينيرز لو جينا ننقل الكهرباء، انت اخدت دايما في السيركتس او في الفيزيكس حتى زمان ان الباور حصل ضرب الفولت في الكهرباء، صح؟ فانت لما تيجي تنقل الكهرباء من مكان لمكان بعيد رافع الفولت قوي ومقلل الكرنت قوي. ليه؟ عشان ما يعملكش باور لوسز كبير. لو ترفع الجهد قوي بتقابلك مشاكل، لازم تعمل عزل قوي لمعداتك اللي انت بتستخدمها. فالعزل ده طبعا والمعدات التصميم بتاعها كل ده في بند اسمه الهاي فولتج انجينيرنج. رابع تخصص ميجر عندنا حاجه اسمها الباور الكترونكس. الباور الكترونكس دي هي شبكة الالكترونكس اللي بتدرس في الكوميونيكيشن الالكترونكس، ولكن ريتنجز عالية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن استخدم الترانزستورز، كلنا سمعنا عن الترانزستورز، كلنا سمعنا عن الدايودز، كلنا سمعنا عن لسته طويله من الالكترونيك ديفايسز. لو انا استخدمتها بس ريتنجز عاليه هقدر استخدمها هنا في عمليه التحكم في قيم السبلاي فولتج. وبالتالي ده بياخدنا الى ايه يا جماعه؟ عمليه تحكم في دوائر القوى والالات. يعني الباور ده خلاص، والشبكات دي، شبكات ترانسميشن والديستريبيوشن والكلام ده كله، والالات دي اللي هي مثلا بالتحديد ازاي نتحكم في سرعتها، كل ده قادرين عليه من خلال حاجه اسمها يا جماعه الباور الكترونكس، زائد حاجه مشهوره قوي بتسمعوها في السوق اسمها الدرايفز.
لمعدات التسيير الكهربي اللي هي بتتحكم ازاي في الالكتريكال مودولز عشان تديني اوبريشن معين. يعني هقول لك على سبيل المثال المترو الانفاق. المترو ده بيشتغل او الاوبريشن بتاعته اوبريشن منتظمه جدا، يعني بالساعه والثانيه والكلام ده كله. الراجل بيدوس ستارت، المترو بيطلع باكسلريشن تايم معين، بيروح يمشي سرعه معينه، بيروح بعد كده يقف او يعمل بريكنج على المحطه بتكنيك معين في وقت معين، يقف لحظه معينه. حد عمره شاف المترو بتاع وقف قدام شويه ولا ورا شويه ولا دايما بيقف ايه قدام الرصيف بالظبط؟ ها اكيد لازم يقف قدام الرصيف بالظبط، حتى اذا حصل عكس ده في مره ومرتين دي اخطاء. انما الصح هو ايه؟ هو انه يقف في ميعاده في ايه؟ محدد بسرعته المحدده بالكلام ده. ايه اللي بيحكم العمليه دي؟ مش ده موتور كهرباء في الاخر او مجموعه من مواتير الكهرباء؟ اللي بيحكم ده يا جماعه الدرايف سيستم اللي محطوط ده. بس دي اربع برانشز الاساسيه اللي عندنا في الالكتريكال باور ماشين، زائد مجموعه من الهيدن تولز زي مواد الكنترول. ازاي تتحكم في منظومه؟ مواد الكنترول دي مواد عامه. يعني ازاي بتاع ميكانيكا بياخدها؟ بتاع اتصالات بياخدها؟ بتاع كل يعني حتى كل اقسام او كل برامج كهرباء ميكانيكا بتاخد كيفيه التحكم في النظم. بس مش هخش معاكم في التفاصيل لانكم لسه قدامكم ايه؟ مشوار شويه على ما تفهموا الكلام خاص بيكم. طيب دي مقدمه بسيطه كده، يعني انا مش عايز اضيع وقت كتير قوي في المحتوى الدراسي. عايز اخد 10 دقائق في عرض فكره مجالات العمل. مجالات العمل دايما الناس وهي داخله الكليه او هي سايد الكليه في السنه الثانيه في السنه الثالثه دايما بيدور هيشتغل فين وكام، صح؟ دايما بيدور هيشتغل فين وكام. هتشتغل فين في تخصصنا؟ اماكن كتير، اماكن كتير. القطاع الاولاني للعمل كويس كمهندس كهرباء نمرة واحد هو قطاع الانشاءات. يعني ايه الانشاءات؟ يعني اي حاجه بتتبني زي ما انت شايف، في عمدان، في ارضيات، في اسقف، في كهرباء، في تكييف. يبقى اذا في عناصر كثيره من الايه؟ المهندسين لازم يشتغلوا جوه عمليات البناء. زي ما في مهندس مدني او مهندس معماري بيبدا القصه برسم البنات، في مهندس مدني بيحط المطلوب، الحديد المطلوب مثلا في العمدان، الخرسانات المطلوبه والكلام ده كله. في مهندس بتاع ميكانيكا بيحط مواصفات التكييف التهويه، في مهندس كهرباء بيحط ايه؟ مواصفات تغذيه الكهرباء. التغذيه الكهربائيه يا جماعه بتفرق من مكان لمكان، يعني احنا مثلا هنا ده فصل دراسي، زي ما انت شايف عدد الكشافات كتير. الكلام ده يفرق لو كان مخزن، يفرق لو كان غرف اقامه، يفرق لو كان كذا كذا كذا. يبقى اذا في معايير، المعايير دي بينطبق عليها ايه او بناء عليها بيتم تصميم الاداره، التهويه برضه، التهويه بنطلب من التكييف حاجات معينه يحققها لنا. لو في مثلا معدات كهربائيه يعني عايزين نحط مثلا ايه السوكتس، عايزين نحط الداتا شو بتاعنا، يبقى لازم يبقى في توزيع للسوكتس بتاعتك في البيت، زي بالظبط انت عندك في البيت كل اوضه بيبقى فيها اربعه خمسه سوكتس. كل ده له معايير لازم تتعمل. عشان تتعمل كويس لازم يبقى في مهندس كهرباء شغال. يبقى اذا لا يخلو مكتب استشاري، مجال الاستشارات ومجال المقاولين. الاستشارات والمقاولين. ايه الاستشارات؟ للناس اللي بيحطوا التصميمات سواء بقى انشائيه، ميكانيكيه، كهربائيه او معماريه في الاول طبعا. ومجال المقاولات دي الناس اللي بتنفذ، الناس اللي بتنفذ الايه؟ التصميمات ده. طب ده قد ايه بيشتغلوا ده؟ الاف، كتير جدا جدا. لان انت عندك البنى لا يتوقف. مبادئ اداريه، سكنيه، مش بس بنى، طب ما البنى لما يخلص اعاده تاهيل المباني، تشطيبات، خلافه، كل الكلام ده الانشاءات لن تتوقف يا جماعه طالما الحياه مشتركه. لو مهندس الكهرباء ده دوره كتير جدا بيشتغل في الاستشارات، كتير جدا بيشتغلوا في المقاولات،
كل دول على بعض بيسمى قطاع الايه؟ قطاع الانشاءات. يبقى اذا قطاع الانشاءات ده قطاع مهم جدا جدا بيستوعب عدد كبير من الايه؟ المنزل ده. القطاع الثاني ايه بقى؟ قطاع الصناعه. قطاع الصناعه. عشان تتحكم في الالات الكهربائيه اللي تحقق لك اوبريشن معينه لخطوط انتاج معينه، مهندس ميكانيكا اساسي جدا كبروسيس انجينير، ومهندس الكهرباء اساسي زيه بالظبط كعمليه ايه يا جماعه؟ الديفلوبمنت بتاع خطوط الانتاج كهربائيا وصيانتها ووضع ايه؟ معدات التحكم وكلام ده. يبقى اذا قطاع الصناعه يستوعب عدد كبير برضه، بس مش زي قطاع الانشاءات. بس مطلوب لكل موقع صناعي مطلوب مهندسين كهرباء. طب ايه القطاع الثالث؟ ايه القطاع الثالث؟ القطاع الثالث ممكن نسميه القطاع او نقول يعني مش ثالث الترتيب ولا حاجه، القطاع الحكومي. القطاع الحكومي ده نظرا لان شبكات النقل والتوزيع في مصر مملوكه للحكومه، فشركة النقل المصرية، شركة النقل الكهرباء المصرية دي عندها عدد كبير جدا من المهندسين بتعينهم عشان عملية التصميم، عملية الصيانة، عملية المتابعة لشبكات الايه؟ النقل، كذلك شبكات التوزيع. بس الحقيقة زي ما في أو شبكات النقل، شبكات النقل بتبقى محدودة، هي بتنقل الكهرباء على مسافات طويلة، ففي شركة نقل مصرية واحدة بس، إنما شركات التوزيع الكهرباء في عدد كبير من شركات التوزيع، هتلاقي في القاهرة، شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القناة، الدلتا، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، كل منطقة في مصر ليها شركة توزيع بتستوعب عدد كبير من مهندسي الكهرباء اللي بيشتغلوا في تصميم وتركيب وتوريد و و و وصيانة ومتابعة معدات الايه؟ الكهرباء من محولات توزيع، من كابلات، من وكده. ده قطاع مهم جدا جدا. في قطاع رابع، قطاع رابع اللي هو الصناعات الكهربائية. ايه الصناعات الكهربائية؟ هو كل المعدات اللي احنا بنقولها دي يا جماعة بنجيبها من بره ولا تستورد ولا تتصنع في مصر. كتير منها بتصنع في مصر وفي منها حاجات مستورده. بس مثلا انت تسمع عن شركه كذا للمحولات، تعمل ايه شركه كذا للمحولات دي؟ عشان ما نقولش مين كذا دي ومين احسن شركه ومين اسوء شركه وما نبقاش بنعلن عن اي حاجه، بس في شركات محولات بتصنع المحولات عشان توردها للمشاريع المختلفه. هو شركات المحولات دي عايزه مهندس مثلا مدني ولا عماره؟ اللي عايزه مهندس الكتريكال باور. ان انت في قلب صناعه المعدات الكهربائيه، شركات الكابلات. الكابلات اللي عايز اقول لكم لا تتوقف صناعتها. في وقت من الاوقات كانت بتبقى الطلبيات على شركات الكابلات دي لازم تستنى بين شهر وبالشهرين واكثر. ليه؟ الانتاج مش مكفي للطلبات بتاعت الكابلات. شركات الكابلات دي عايزه مهندسين كذلك، مهندس باور. شركات القواطع واللوحات الكهربائيه، لوحات الكهربائيه اللي احنا بنشوفها الصاج والبواب مفاتيح ومسبرات والكلام ده كله، كل ده عايز مهندسين كهرباء. كل الصناعات الكهربائيه عايزه المهندسين دول. الشركات دي في منها من هو مصري مصنع مصري، ومنها من هو مصور ووكيل لحاجات اجنبيه. فبيخش هنا ساعتها قطاع تاني جوه الصناعات الكهربائيه دي، غير انه يبقى تكنيكال انجينير. كل اللي فات ده كان تكنيكال انجينير. بدا يظهر ماركتنج انجينيرز، بدا يظهر مانجمنت انجينيرز. بدانا نحتاج لمهندسين مسوقين فقط للصناعات دي او يديروا مشاريع. بدات الكهرباء تبقى عامله شويه زي العماره والمدني. عملية الإدارة نفسها مطلوبة، عملية التسويق نفسها مطلوبة، فأصبح في سعر تاني للناس اللي تجيد هذه الإدارة.
حتى مهندسين كتير قوي 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 اشتغلوا نون تكنيكال وبياخدوا سالاريز اعلى من الايه التكنيكال انجينيرز اللي بيشتغلوا في الديزاين او الامبلمنتيشن او اكتر. طيب نقدر نقول في حاجه خمسه ظهرت في الطاقه المتجدده. ايه الطاقه المتجدده؟ تعرفوا صناعه خلايا الفوتوفولتيك والرينيوبل انرجي بشكل عام. النهارده شركات كتيره جدا والحكومة بقت كمان تحط بعض المعايير مثلا على بعض القرى السياحية أو المدن الجديدة أو إنها تستغل السولار انرجي، تستغل الطاقة الشمسية. فبدأ يظهر حاجة اسمها السولار ثيرمال أو السولار هيترز، السخانات الشمسية. بدأ يظهر حاجة اسمها الفوتوفولتيك، خلايا الفوتوفولتيك. هي الحاجات دي ستيل لسه ما توصلناش في مصر، بس الحاجات دي عايزة وكلاء ومسوقين وناس بتعمل توريد وتركيب. ففتح نطاق جديد للمهندسين كهرباء بلس يشتغلوا فيه اسمه نطاق رينيوبل انرجي. في بقى زائد مجموعه من مهندسي الابتكارات اللي بسميهم بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ في قسم طبعا ظهر حديثا او برنامج ظهر حديثا اسمه ميكاترونكس. ناس كتير قوي توجه اليه وبدا بشكل عام ينعكس على ميكانيكا انهم بقوا ياخدوا تقدير اعلى شويه من مدني مثلا على سبيل المثال بسبب ميكاترونكس. في هوس بموضوع الميكاترونكس. فبيعملوا ايه الجماعه دول؟ بيعملوا روبوتس، بيعملوا مثلا حاجات في الاندستري متقدمه شويه، بيعملوا حاجات كويسه، ناس كويسين كله تمام. بس هو الناس دي في الاخر بتعمل ايه؟ بتعمل تحكم في معدات ميكانيكيه. والتحكم اصله الكتريك. التحكم في المعدات اساسا اصله الكتريك. فانت النهارده كمهندس الكتريكال باور بتستطيع العمل في الروبوتكس، تستطيع العمل في الاندستريال اوتوميشن. البي ال سي اصله احنا اصل البي ال سي اساسا السكادا سيستم و الكلام ده كله تحكم يا جماعه هو اصله الكتريكال بانواعه. على فكره ما ننكرش ان كله الكمبيوتر والكوميونيكيشن والباور كلهم يقدروا يشتغلوا في الاوتوميشن. انا عايز اقول لك ان احنا مجالاتنا بتكفر اساسا مجالات نسبة. في تخصص جديد جدا جدا وحاجه جديده جدا اكيد سمعتوا عنها ناس كتير، بس ما ينفعش ما يكونوش سمعوا عن الالكتريك فيهيكل او السيارات الكهربائيه. هو مين اللي هيشتغل فيها؟ مين اللي هيشتغل في تصميمها؟ مين اللي هيشتغل في صيانتها؟ مين من وجهه نظرك؟ مهندس ايه وايه؟ ميكانيكا بالتحديد السيارات والميكاترونكس والالكتريك. الالكتريكال فيجلز دي روح الالكتريكال فيجل ايه هو؟ هل الجسم اللي كل الناس حافظه بيتعمل ازاي والشاسيه والكلام ده كله؟ يعني الميكانيكا اللي فيه قديمه. ايه الجديد فيه؟ عمليه الدرايفنج، عمليه التسيير. عمليه التسيير والتحكم في الموتور فيه. محدش بيفهم فيها غير الالكتريكال باور انجينير. ولذلك مشاريع الريسنج تيمز اللي بتحصل بتاخد جوائز اللي هي بتتفوق واسمها بيعلو بسبب تلك المشاريع لا يمكن ان تقوم بدون الكتريكال باور انجينيرز. مع بقيه برضه لازم يبقى في ميكانيكا، لازم يبقى في حد مبرمج، لازم يبقى في كذا كذا كذا. انما لا غنى عن ده. عشان كده بقول لك القرارات دي بقى هتبناها في الكتريكال فيجلز، هتبناها في الاوتوميشن، هتبناها في حاجات كده. خلاص؟ دي المجالات، هنيجي بقى للاسئله البسيطه بتاعتكم. انا هتخرج اخد كام؟ صح؟ ده سؤال؟ في ناس بتدينا فرص عمل ب 1000 جنيه.
لا طبعا جدا لازم يجي لها فرص عمل ستارت اب. بتكلم عن ستارت اب بقى فين؟ في ناس بيجي لها ثلاثه، في ناس بيجي لها سته، في ناس بيجي لها 10. انت هتبقى مين في دول؟ ها تبقى مين في دول؟ حسب ايه؟ حسب عقلك انت، امكانياتك انت، السوفت سكيلز بتاعتك انت. خد بالك النهارده السالري ما بقاش من اشطر بياخد اكتر. لا النهارده عايز مهندس متكامل ممكن يبقى 30-40% من التكنيكال زائد امور ثانيه كتير بنسميها سوفت سكيلز زائد التريننج اللي انت بتاخده. هو انا النهارده لما خلاص قررت اخش مثلا كوميونيكيشن، هو انا هاخد حاجه الكليه دي واخرج واقول يلا يا جماعه شغالين 30,000 جنيه في الشهر؟ في تولز اخرى، في حاجات تانية لازم اخدها، في تريننجز لازم اخدها زائد السوفت سكيلز. هل ده معناه ان الكليه ضعيفه يعني ما بتخرجش المهندس متكامل؟ لا مش ضعيفه ابدا. امال ايه اللي انا محتاجه؟ انا محتاجه ليه؟ لان يا جماعه الكليه دي احنا هنا منظومه اكاديميه، مش هعلمك المهندس ازاي، انا بعلمك العلم اللي يخليك مهندس. انت تبقى مهندس شاطر او مش شاطر في امور تانية بنقول لك عليها. بوجهك ليه؟ وده دور الادفايزرز والكوردينيتورز و و ان انا مش هقول لك مثلا المعده الفلانيه اللي نزلتها سيمنز اشتغل عليها ازاي؟ المعده دي نفسها سيمنز نفسها بعد 3-4 سنين هتنزل غيرها. ما ينفعش اشرح لك، انا اشرح لك الثيوري اللي بتشغل المنظومه اصلا. فعشان كده دايما ثق في الكليه تديك الانفراستراكشر اللي انت محتاجه. الحاجات التخصصيه دي بتاعت السوق. اه انت بتاخد تريننج في البي سيز، وبتاخد تريننج في المعدات اللي مش عارف ايه، وبتاخد تريننج في كذا. ممكن اخد تريننج وانا باور في الامبيدد سيستمز. النهارده جزء لا يتجزا من الالكتريكال باور، منظومات الالكتريكال باور، لازم ابقى عارف بروجرامنج، لازم ابقى عارف البيت سيستمز. البيت سيستمز كنت هتاخدوها السنه الجايه كماده كور لكل الناس. تخش هنا 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 تاخد البيت سيستمز، مايكرو كنترولرز اروح اتعلمها. الكلام ده كله مهم جدا. بروح كمان اخد سوفت سكيلز، اتكلم ازاي، اعرض ازاي، برزنتيشن. في ناس بتخش شغل عشان وقفه برزنتيشن، تبقى فرص عمل بتفرق من واحد لواحد عشان واقف صح في البرزنتيشن ولا لا، عشان بيتكلم بتون عالي او بتون مسموع ولا لا. بس فانت هتشتغل بكام؟ لا شخصيتك انت. الكلام ده باور في كوميونيكيشن في كمبيوتر. ممكن يبقى سوق العمل دلوقتي عالي في حته، لكن بكره ممكن يبقى عالي في حته ثانيه، ممكن يبقى ايكوال بعد شويه. فعشان كده برجع لاول الكلمه بتاعتي نص ساعه كده لما قلت لك ما يستهويك هو اللي هينفعك ويخدمك قدام. انا مثلا ما دخلتش كليه الطب ليه؟ ما دخلتش كليه الصيدله ليه؟ كان ساعتها ولا كان في علم رياضه ولا علم علوم، كان علمي عام. انا بيستهويني بتستهويني الهندسه ولا جايب كل المجاميع؟ لكن انا عايز الهندسه، انا بحب الماثماتكس، بحب التفكير. فانت اكيد ثلاث اقسام او ثلاث برامج بتقربهم من بعض، لكن في حاجه فيهم بتستهويك. دايما خش واتجه الى ما يستهويك. خلي تفكيرك في سوق العمل اه في موجود، لكن ما يستهويك هو اللي بيراقب. اي اسئله بقى عشان ما نحطش في كل دايما ايه؟ انا كل دايما زي اي اسئله كده يا جماعه؟ اتفضل. مجال سمارت هاوسز او سمارت هومز مجال يقدر اي مهندس من ثلاثه يشتغل فيه. بس بتاع الالكتريكال شويه هو اللي ايه ممكن الالكتريكال باور ممكن يكون هو اللي ايه ليدنج فيه، ان هو مرتبط ببقيه الاحمال الكهربائيه. يعني ارتباطه بالكهرباء اكتر شويه، انما في بروجرام يقدر بتاع الكمبيوتر يشتغل فيه. وده مجال تحت بند الكهرباء برضه، في شركات شغاله في ده بتعمل توريد وتركيب للمعدات اللي بيبقى فيها سنسورز. وجهه نظرك على ان مثلا الستاره تفتح لما مش عارف اعمل ادوس على الزرار الفلاني، التلفزيون يفتح مثلا في الوقت الفلاني، الضوء ينخفض لما يحصل كذا، الموضوع فيه كهرباء سنسورز و
وفي بروجرام يعني ده يقول ايه مهندس الكمبيوتر ومهندس الباور هما الاثنين قادرين على العمل في الاريا دي. ايه ده؟ مجال البي ان سي. بي ان سي زي ما قلت لك الصناعه تحتوي على داخليا على مجال الاوتوميشن. في خطوط انتاج، خطوط انتاج تبقى بيزد على سيكونشال بروسيس. يعني مثلا مصنع، اي مصنع، مصنع مثلا بويات، مصنع شوكولاته، اي مصنع. ادي منتج، المنتج ده انتج هنا في الحته دي. عايز اعمله تعليم هنا في الحته دي. يبقى لازم السير ياخده بالطريقه الفلانيه بسيكونس معين، تايم معين، كل الكلام ده كنترول. الكنترول ده بيتم من خلال البي ال سي. طب مين اللي على درايه بالعمليه الصناعيه دي، او مين اللي على درايه بالاحصائيه في الاخر؟ البي ال سي عباره عن لوجيك، سيركتس، بروجرامينج، الكتريك. فده بند من البنود او تخصص من التخصصات اللي عايزه الكتريك انجينير. فاحنا كتير جدا من مهندسينا بيشتغل في البي ال سي، سواء في الاوبريشن نفسها انه بيعمل ديزاين لخطوط الانتاج او صيانه لخطوط الانتاج، او تصميم ماركتنج لمعدات بي ال سيز، انبوت اوتبوت يونتس، ريليز، الكلام ده كله. ده الكنترول، يعني ده بصي ده يعتبر جزء من الكنترول، بس اللي انت محتاجين ده اندستريال كنترول بنقدر نحطه فيه على ايه؟ الصناعه. لان كمان البي ال سي ده لو انت قريتي او سمعت شويه، هو بياخد سيجنالز من سنسورز وبيدي سيجنالز لمعدات توصيل وشغال بيها موتورز. فالراجل بتاع البي ال سي ده لازم يبقى اوير بالحتتين دول، بالانبوت سنسورز اللي بتديه سيجنالز، وبالاوتبوتس اللي هي عمليات التشغيل نفسها اللي هي الكونتاكتورز والبريكرز والموتورز. كل الحاجات الثلاثه دول البي ال سي بالدهنة كل دي الكتريكال اكويبمنت. فده مهندس الكهرباء برضه هو المنوط بيه نمره واحد يشتغل في مجال البي ال سي والاوتوميشن. البي ال سي ده احد اشكال الاوتوميشن في الصناعه. ده مهندس الكهرباء هو اللي بيشتغل، واحنا بنعمل مشاريع تخرج بعضها بيبقى مشاريع بي ال سي. وفي ماده سنه رابعه اختياري بندرس فيها البي ال سي. سؤال ايه؟ دكتور بنحتاجه بنقول احنا عشان تطلع مهندس شاطر في التصميم بشكل عام، شبكات الديستريبيوشن دي بتستوعب 70% من المهندسين. طيب هو النهارده في حد بيرسم بايده يحط سوكت هنا ويحط لمبه هنا ولا ولا ولا؟ يبقى انت لازم يبقى مهندس شاطر جدا في الاوتوكاد. طب برامج التوزيع، انا وزعت اللمبات بطريقه ما، ايش طمني انه الاضاءه كويسه هنا؟ في برامج للاضاءه، احد اكسدتها برنامج اسمه دايلاكس. طيب في حاجه مهمه قوي يا جماعه، لو انا جيت النهارده رحت جنيت كده ورحت فاتح واحد وملمس السلكتين بتوع السبلاي بتوعها لبعض، يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ قفله. دي كلمه بلدي قوي، حتى الصناعيه ما بقوش يقولوها دلوقتي. ايوه يحصل شورت سيركت. يحصل شورت سيركت. ايه اللي يحصل بقى لو في تصميم جيد لنظام التوزيع؟ البريكر انهي بريكر؟ المسؤول عن المروحه والسيستم. هل البريكر اللي المروحه دي او ما حولها، ولا البريكر بقى اللي بيفصل المبنى كله؟ طب هو بريكر المبنى كله هيحس بده ولا مش هيحس؟ هيحس طبعا. اي شورت في اي جزء من النتورك جميع الديفايسز المؤديه للنقطه دي هتحس. لكن مين يفصل قبل مين؟ دي شغلانه وقصه اسمها الكوردينيشن. انت ممكن تقعد شهرين في مكتب استشاري، طبعا احنا عندنا بندرس او بنقول الكوردينيشن، بس انت ممكن تقعد شهرين ثلاثه تدرس بس موضوع الكوردينيشن بتوين السيركت بريكرز. الموضوع مش طاقه كده وخلاص، لا في علم يحكم، لان في كاركترستيك لكل ايه؟ لكل ديفايس. فانت نرجع لسؤالك بقى، لو انت معلش فكرني بسؤالك او انت او هنا. البرامج، انا كنت بقى في بقى برامج بتحسب تعمل شورت سيركت كالكوليشن زي الاي تاب، زي الايكوديال، زي في برامج كتيره جدا. فده
لازم انا عشان اكون مهندس ديستريبيوشن شاطر بتعلم اوتوكاد، بتعلم دايركس، بتعلم ايتاب، ده المينيمم. لو انا رايح باشا اقدم في مكتب مقاولات ولا مكتب استشارات وما اعرفش دول ما تزعلش لو اترفضت. هترجع تقول لي كليه ومش كليه واصل هم ما ادوناش، هديك ايه؟ هديك برنامج موجود تعليمه على اليوتيوب تعلمه في اسبوع. فاهم قصدي؟ دي تولز يا جماعه احنا بنوجهها، بنقول لك روح اتعلمها بالشكل الفلاني. ده مش ورقه وقلم، لان بكره هينزل فيرجن من الدايركس مختلف عن اللي موجود دلوقتي. يبقى انا ضيعت وقتك ووقت الكليه باني اعلمك تول بتتغير سنويا. لا يا باشا، تروح تتعلمها على اليوتيوب، تاخدها في تريننج، تاخدها هنا، تاخدها هنا، تتعلمها، تتصرف وتتعلمها، واحنا هنوجهها ونقول لك ثلاثه دول مطلوبين، ثلاثه. طب انت لما سالت عن البي ان سي، هي مش في كورسات للبي ان سي؟ طبعا في كورسات للبي ان سي، سكادا سيستم، دي سي اس، تحكم اصبح يا جماعه دلوقتي بروجرامنج وايز مهندس الكهرباء الشاطر بيبقى عارف بروجرامنج وامبيدد سيستم ومايكرو كنترولرز. لايو زي مش هقول زي بتاع الكمبيوتر طبعا، عشان الكمبيوتر دايما موجود طبعا، لكن بدرجه تكفي انه يشغل نفسه في مواقع كويسه. سؤال تاني مش مضيع برضه بس الدكتور ايه؟ ليه في جامعات بره بيدرسوا ايه؟ اللي هي انا كان عمري ما شفت. لا بيدرسوا بي ان سي. بي ان سي؟ احنا بندرسه، انا قلت شويه، قلت في سنه رابعه في ماده اختيار اسمها اندستريال اوتوميشن. لو اخدتها هتاخد الحاجات دي، لو ما اخدتهاش في حاجه مهمه ثانيه برضه هتاخدها اكيد. خلاص انت بتتعلم الاوتوميشن ده برضه. انما احنا عندنا موجود. واحده واحده، احنا هنعلمك برضه ايه؟ بشكل اكاديمي. يعني ايه بشكل اكاديمي؟ هنعلمك قواعد الكلاسيك كنترول وتطبيقات من البي ان سي. طب انت النهارده لو اللي بيديك الكورس يعرف البي ان سي زي مثلا بتاع اي بي بي، فعملنا تريننج على السيميوليتور بتاع اي بي بي، خرجت اشتغلت بره على بي ال سي ال جي. مختلف تماما. لازم تدرسه، بس في قواعد ثابته. قواعد دي اغلبها لوجيك سيركتس وروتينز، بروجرامينج روتينز معينه كويس هتخدمك. فاحنا هنا في الكليه بندي دايما حاجه بتخدم بشكل عام. لو ده التطبيق على نوع معين من اللي موجود في السوق خلاص، ده بيبقى جزء من الكورس. انما لو اشتغلت على نوع تاني في الماركت بره هتضطر تعلمه حاجه مخصوص، هتضطر تشوف له فيديوهات او تسال او تاخد دوره او او او. ليه المهندسين لحد النهارده يا جماعه احنا في الكليه في وحدات الاستشارات بيجينا لحد النهارده ناس مهندسين عندهم 30 و35 و40 سنه بياخدوا دورات في حاجات ميكس ما بين الاكاديميه والعمليه. ليه الناس دي بتاخد دورات لسه؟ لانه كل سنه في فيرجن جديده ودايما في جديد، دايما في جديد. لو ما كانش في جديد ما كانش الناس دي اللي عندها 35 و40 سنه يجوا ياخدوا دورات سواء عندنا او عند غيرنا في مراكز التدريب والاستشارات. ها ايه تاني؟ ايه تاني؟ طيب في سؤال كده بيقول الراجل لابس البيتي دوت، في سؤال بيدور كده في عقلك كده ولا حاجه؟ لا ايه يا شباب ايه؟ اسال اي سؤال حر، حتى لو انت يعني حابب تتكلم في اي حاجه. طيب عظيم جدا جدا، يعني اتمنى ان انا اكون وضحت بعض الامور خاصه بالبرنامج. زي ما قلت لك مهم جدا اختار ما يستهويك. دكتور ايمن بيه وانا وغيرنا ما بتزعلش على فكره لما حد يقول ده انا بحب تخصص فلاني وده يختلف عن تخصصه. بالعكس انا دائما بحب اللي قدامي يخش الحاجه اللي بيحبها او الحاجه اللي مقتنع بيها. تمام؟ محدش ابدا يا جماعه يا صاحب يروح عشان اصحابه رايحين. او اصل احنا شفنا الدكتور الفلاني ده انا مادة كده فاحنا خايفين الخصم كله يبقى كده، مفيش كلام ده. فاهم قصدي؟ مثلا يعني او المعيد الفلاني حببني بس في القسم، ما المعيد ده هيبقى في السنه دي وخلاص انتهينا نشوف ناس ثانيه. يعني دايما ما تروحش لبرنامج ما
بسبب لحظه. لا، لازم تفتش جواك انت تستوي او ماذا يستويك الراوي. اشكركم جدا يا جماعه، واتمنى اشوفكم كلكم خير ومتفوقين باذن الله.